الله يا موسى احنا اخطأنا، طيب عبدنا العجل واخطأنا، ما الحل؟ الحل انه لابد ان الامر الالهي اتى، الذين عبدوا العجل يقتلون بايدي الذين لم يعبدوا العجل. يعني بني اسرائيل قسم من عندهم عبدوا العجل وهم اكثرية، واللي ما عبدوا العجل اللي هم اقلية اللي هم أيضا من بني إسرائيل. قد واحد يكون أبوه عبد الأجل وابنه ما عبد الأجل، وأخ عبد الأجل وأخ ثاني ما عبد الأجل، وهكذا. فالذين لم يعبدوا العجل يقتلوا الذين عبدوا العجل، وهي كلش مؤلمة. لذلك بني إسرائيل قسم منهم اعترض، قالوا يا نبي الله إحنا يعني ما عبدنا العجل، نجي نقتل أبنائنا وإخواننا اللي عبدوا العجل، هاي مسألة مؤلمة، لماذا هذه العقوبة؟ فموسى قال لهم لأنكم رضيتم، سكتتم، يعني عندكم مسألتين، يا أما تبتعدون عن هؤلاء القوم الذين ظلوا تعتزلوهم، ويا أما تدعوهم وتمنعوهم. فأنتم ما منعتوهم، صحتم ما عبدتوا، لكن ما قمتم بفعل، ما نهيتم عن ذلك المنكر، فعقوبة لكم أنتم تقتلون تشعرون بذلك الألم. هذا واحد. بعد ذلك احنا قلنا قبل قليل ذكروا ان علماء بني اسرائيل اخبروهم عن انبيائهم انه هناك شيء عندما يقولونه ويتوسلون به يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم، فتوسلوا بمحمد وآل محمد، يعني يخفف عنهم هذا الألم، يجدون ألم عندما يقتلون إخوانهم أبنائهم الذين عبدوا العجل. فعندما توسلوا بمحمد وآل محمد وصلوا على محمد وآل محمد، الله سبحانه وتعالى رفع عنهم هذا الإيذاء، فصاروا يقتلون بالفعل، ما كانوا يتأذون، يقتلون هؤلاء الذين عبدوا العجل، الله سبحانه وتعالى ثبت قلوبهم. هذا من ناحية.